تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا، وكما عودناكم دائما، نستقبل آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام. إذن فهذه أطيب التحيات منا لوجودكم معنا ضمن هذه الساعة الإذاعية اللي نتمنى أن تكون إن شاء الله عامرة بالمعلومة الصحية التي نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد. ورحب بفريق العمل معي في الإعداد. حلقة اليوم هي للأستاذ حسن البلاونة، في التنسيق معنا ميرا المري. سامحيني ميرا، ترى توني يا من المطار على طول. زين. وعيسى سبيل في الإخراج، وهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي. طيب، ببتدي معاكم برنامجنا حقيقة بهذه الدراسة اللي تقول الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في التشخيص. ناخذ المداخلة أول. حاضر. طيب، ناخذ الفقرة التغذوية وبعدين ما نمشي على الدراسة. عندنا الأخت سوها نوفل، أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، معانا عبر الهاتف، بتحدثنا عن التغذية الحدسية. صحتي سوها ولا؟ أيوة بالضبط. والوجبة البطيئة التي تساعد في إنقاص الوزن، شو هذا التغذية الحدسية؟ أهلا شيء، سعد صباحكم. أهلا، صباح النور. يا هلا، الله يسلمك. الله يسلمك. التغذية الحدسية هي الكلمة مأخوذة من الحد اللي هو التخيل أو التقدير. أوكي. إن الإنسان، فهل أغلب الدراسات طبعا أو في دراسات جديدة منتشرة حاليا على كيفية تأثير هذا التخيل والحد اللي الإنسان يشعر فيه مقابل التخفيف من الوزن، اللي بيقود بعدين لتغيير بعض العادات الغذائية وبالتالي بيقود إلى تخفيف الوزن. فحبينا شوي نتطرق لهالموضوع شوي. أغلب الأحيان نحكي عن السعرات الحرارية، عن تخفيف الوزن، نعم، تقليل الوجبات. فحبينا المرة هاي كمان ندخل العامل النفسي. يعني الحين إذا أنا مثلا باكل شاورما أتخيلها مثلا برياني؟ لا، احنا مناش متخيلها هيك. احنا هلا هو الحد الاكل الحدسي هو كيفيه انك انت تتواصل مع جسدك. يعني انا ممكن اعرف ايش الاشي المهم بالنسبه لي، فببلش احدث نفسي في هذه الاشياء قبل ما اقدم على الوجبه وحتى في اثنائها. وهي بدخل فيها عاملين، انك انت بدك تتخيل وبنفس الوقت بده يكون مرافق لك الاكل البطيء. فانت لما بدك تتخيل حالك انه انا هسه بدي اقدم على، عندي رايح مثلا معزوم على غدا وفي اصناف كثيره من الحلويات ومن الاطعمه، ابلش بس قبل ما اوصل انا احدث نفسي يا ترى ايش المهم الي. هل مهم انا بس اضل اجمع الاكل؟ هل مهم اني انا بس اتناول لحد ما اوصل لمرحله الشبع؟ وبعد هيك بلش ضميري اني ابني لو اني ما اكلت، لو مسكت عمري شوي، لو اخذت هذا الطبق مكان هذا الطبق. فانا قبل ما اوقع في اللوم ويصيبني هذا الشعور، انا ببلش اتواصل مع جسدي. انا مثلا ببلش ازرع في بالي الافكار، انا اليوم بقدم على هذا الطبق، بتناول هذه الوجبه، لا هذه. فانت لما بتضلك تكرر هذا الشيء بينك وبين نفسك وتركز على هذا الشيء، بدل ما انا اضل هاكل هم السعرات الحراريه وكميه تناول الطعام واتناول هذا ما اتناول هذا، فبيصير عندي نفسيا العامل النفسي بيصير يلعب عندي دور. وبالتالي بقدم على تناول هذه الوجبة بصير أفضل طبق مكان طبق، لأني أنا محدد نفسي بالفائدة اللي راح أرجوها من تناولي لهذا الطبق.
محدث نفسي في. بعدين الأكل البطيء، أنت لما بتقدم كمان على أكلك البطيء بتتمعن فيه بزيادة، بتستلذ في طعمه بزيادة بأكثر، يعني لذة الطعام هذه مع التحديث النفس في أهمية هذا الطعام بيخليك تشعر بالشبع بفترة أقل، وهاي كثير صار حاليا عليها دراسات، اللي هي إقناع النفس في الوجبة اللي أنا بدي أتناولها بطبيعتها، أكلها ببطء. وفي كثير من الناس نزل وزنهم بهذه الطريقة. جميل. فزي ما حكينا في ناس، طب بتحكي طب أنا كيف ممكن أعود نفسي؟ تعويد النفس على أو تحديث النفس في هذا الشيء، أولا سمع صوتك، دائما بحكي الحس ما تسمع صوت حالك، تسمع حالك شو اللي بدك إياه، كرر الفكرة أكثر من مرة على مدار الوقت. بعدين اجلس دائما مقابل الوجبة اللي أنت بدك تتناولها. هلا أنت لما بدك تجلس دائما عند الوجبة اللي أنت بتتناولها تتأملها، تتأمل، عندي 3 أصناف، أتأمل مين الأفضل، أمضغ ببطء، أتناول جزء صغير وأتفكر، أشغل التفكير. لأنه إذا بنلاحظ محمود أحيانا أنت لما بتتناول الوجبة وأنت بتشتغل على الكمبيوتر أو أنت مع أصدقائك، تعال اسأل حالك أحيانا، وهاي برضو عملوها في الدراسة، اسأل حالك بعد ربع ساعة نص ساعة شو أكلت، والله ما بعرف، حد قدم لي شيء. مرات الإنسان بيتناول شغله هو مش عارف شو تناول، لأنه الدماغ والأفكار مو شغالة معه إيش بتناول في هذا الطبق، هو مشغول، عشان هيك لا بيستلذ ولا هو عارف إيش تناول، وبعد فترة رح يشعر بالجوع. سهى، تدرين يعني إذا الواحد بيسوي اللي أنت تقولين، أعتقد يعني 90% منا نحن ما يفكر إنه مثلا يعني يتأمل مثل ما قلتي الأكل البطيء. أنا ما عاد شيء، ولكن إنه يطالع يتأمل الأكل وهذا يحس إنه وعشان هيك لازم نخصص لحالنا وقت يا محمود. احنا مشكلتنا الاغلب خاصه الناس اللي في بتعمل رمضان على الفطور، وين ما في تفكير أصلا. والله رمضان جاي لازم نفكر، مظبوط لازم نفكر. اغلب الناس تطلع من رمضان مع الاسف زايد وزنها، ما عم تطلع نازل وزنها مع صحيح الاسف، صحيح. طيب لانه بتصير تتناول على طول، بس انك انت عندك شعور بالجوع، عندك شعور بالعطش. الحلويات ما شاء الله ما لذة وطاب، فالانسان بتناول بكميات اسرع، لكن لو تفكرنا شوي بتضبط نفسك عشان ما تندم بعدين. يعني في كل الأحوال الواحد لو يتبع السنة في هذا الموضوع، أن ثلث لطعامك، ثلث لشرابك، وثلث الباقي للهواء. بالضبط. بس هو كمان احنا لما بنخصص الوقت، انت بتحكي ما في معنى مجال نتأمل، لو انت تحط مثلا 30 دقيقة انا هاي هي وجبتي، احنا اغلبنا ما بيكمل ال 30 دقيقة، ترى هو بيتناول الأكل 30 دقيقة أفكر فيهم بس في إني أستمتع في وجبتي وأتناولها بهدوء وروية، حتى أسكر التليفون. لو جربنا نعملها بدون ما الإنسان يتبع حمية غذائية قاسية بصير وزنه شوي شوي ينزل، وهاي عن تجارب ودراسات زي في ألمانيا ودراسات في الصين عم بيعملوا فيها بشكل واسع. هاتي انت تخسرين المطاعم بعد. لا ما اي المطاعم عندهم تايمينج اصلا، يعني لازم الواحد يخلص الاكل. بس عموما انا شاكر لك اسوها، لان الموضوع هو يستحق ان الواحد يتامل يا جماعه الخير، ويحاول انه يعني يجربه، ليش لا؟ شو خسران؟ هي خلوني مسألة صبر ووقت، صبر ووقت، لكن الإنسان بالنهاية النتيجة النهائية لما الإنسان لو جربها على نفسه شهر أو شهرين بيشوف إنها النتيجة فعلا تستحق شوية من العناء والاهتمام الشخصي في صحتي، اللي راح ينعكس على صحتي قبل ما ينعكس على أي شيء ثاني. أحسنتي. الأستاذة سهى نوفل، أخصائية التغذية السريرية في الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذا الموضوع الجميل، التغذية الحدسية والوجبة البطيئة اللتان تساعدان في إنقاص الوزن. شكرا جزيلا لك. أهلا أهلا أهلا. طيب نحن ما نطلع فاصل، بس يا أخي عيسى أنت تاكل بهدوء؟ لا، أنا بعد أعترف أني أنا يعني في أغلب الأحيان ما أكل بهدوء، يعني ما أخذ لي نص ساعة في الوجبة لا، ولكن بطيء، نعم بطيء وايد في الأكل، أنا بطيء يعني أحاول قد ما أقدر. أن هذا يعني أحيانا في البيت مثلا الأخوان ولا شيء، خاصة إذا ناقصين لاعب يلعبون ورقة أو شيء، ناقصين لاعب وعقب الغداء أوه قوم وقوم، لأن الوالدة تعصب عليهم، خلوا الولد يأكل، علامكم.
انزين. عموما ميرا ما نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله بنتواصل مع باقي فقرات برنامجنا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا متواصلين معاكم في الفاصل الأول كنا ما نذكر الدراسة اللي تتكلم عن الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في التشخيص. هذه دراسة صارت في ألمانيا أظهرت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشخص سرطان الجلد بشكل أفضل من أساتذة الجلدية. وخلال هذه الدراسة تنافس 157 طبيب جلدية يمثلون 12 مستشفى جامعي في ألمانيا ضد الكمبيوتر. كانت المنافسة بين الأطباء وبرنامج تم تطويره خصيصا لهذه التجربة. الأطباء كانوا خلال التجربة يسوون تقريبا أو شخصوا 100 صورة، وحاولوا أنهم يعرفون ما إذا كان المرض الموجود في الصورة شامة أو وحمة أو سرطان الخلايا الصبغية اللي يسمونه الميلانوما. الله يبعدنا ويبعدكم إن شاء الله عن كل هذه الأمراض. تبين من خلال هذه التجربة أن الذكاء الاصطناعي كان أكثر دقة في تشخيص من التشخيص البشري، يعني حسب ما أعلن المركز القومي للأورام السرطانية بمدينة هايدلبرغ مؤخرا. هذه نتائج هذه الدراسة تم نشرها في مجلة European Journal of Cancer، هذه المجلة المتخصصة في أبحاث السرطان. عموما الله يعافينا وإياكم إن شاء الله. كان التوجه أصلا الآن توجه كبير نحو الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات. نحن ما نذهب الآن لموضوع مختلف تماما، ما نتكلم عن خدمات وحدة صحة الطفل في هيئة الصحة بدبي. معانا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة العلمة استشارية ورئيس وحدة صحة الطفل في هيئة الصحة بدبي. هذه الوحدة مستمعينا يعني من الوحدات المهمة اللي تلعب دور كبير في تعزيز صحة الطفل ونشر الوعي والتثقيف الصحي عند الأمهات بالطرق الصحيحة اللي نسعى من خلالها يعني لرعاية وحماية الأطفال من الأمراض المحتملة. أول شيء صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالخير والنور، حياك الله. يا ليت دكتورة لو تعطينا بس فكرة عامة عن وحدة صحة الطفل والخدمات اللي تقدمونها لأفراد المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا. بخبركم عن شو خدمات اللي عندنا في صحة الطفل. احنا نبدأ خدماتنا من عند الولادة. عقب الولادة ب 48 ساعة الطفل يكون الطفل عندنا عشان نسوي له فحص حديثي الولادة. هالفحص جدا مهم عشان نتأكد خلو الطفل من الأمراض الجينية والوراثية وأمراض الغدد الصماء وأمراض الدم. نفس الوقت لما الطفل يعقب 48 ساعة بعد احنا ناخذ الشانس عشان نتأكد ان الطفل ما عنده بصفار. نفحص البصفار عند البيبي ونشوف إذا نظر زين وسمع زين. الحمد لله كل عيادات مراكز الهيئة الصحة مراكز صحية اللي تابعة لهيئة الصحة بدبي عندهم جهاز البصفار. كل العيادة كل عيادة فيها عندنا جهاز السمع في كل عيادة، فمتوفر الحمد لله كل الأشياء. جميل. هذا على عمر 48 ساعة. إذا كان طفل سليم، إذا كان عنده بصفار، نجلس مع الأم ونشرح لها شو تسوي عشان الطفل بالنهاية يكون طفل سليم. بعد ما يسوي تحليل دم بنعطيهم موعد بعد أسبوع عشان نخبرهم عن نتيجة الفحوصات اللي سوينا لهم. هذا إذا كان طفل ما عنده بصفار ولا شيء. لو عنده بصفار نجلس مع الأم ونشرح لها كيف طريقة إن تقلل البصفار عند الطفل، وكيف يعني كيف تتابع ويانا على مثلا ساعات البصفار عالي بنقول لهم تعال المساء، اذا كان عالي جدا بنحول للمستشفى عشان دخل ممكن الطفل يحتاج دخول. جميل. نفس الوقت نسالهم عن طرق الرضاعه عشان نتاكد ان الطفل ياخذ حليب الام، لان افضل غذاء للطفل حليب الام. ونعطيه عقب موعد على عمر الشهر، اذا كان طفل كل شيء سليم عنده وطفل على حليب الام نعطيه موعد على عمر الشهر عشان نفتح له ملف ونتاكد ان الطفل قاعد يتطور طبيعي، يعني وزنه اوكي، محيط راسه سليم، طوله كل شيء قاعد يتماشى مع الطفل طبيعي. جميل. دكتور انت على طاري الاذاعه، في العديد من العيادات الرضاعه الطبيعيه اللي توفرونها في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه. خلينا نتكلم اول شيء وين موجوده هذه العيادات وشو الدور المناط بها؟ عياده عندنا عياده رضاعه طبيعيه في عياده الخوانيج، مركز الصحي الخوانيج.
في يوم الثلاثاء صباحا، وعندنا عيادة الرضاعة الطبيعية في عيادة نادي الحمر يوم الأربعاء، وعندنا عيادة الرضاعة الطبيعية في مركز المنخول الصحي يوم الخميس. هالعيادة صراحة وايد عيادة زينة، وأنا أتمنى الأمهات بعد الولادة يعرفون التزموا فيها بكرة صحيح. هالعيادة عندنا هالعيادات، إذا عنده أي مشكلة عن الرضاعة في عندنا، بدل ما تروح مثلا عيادات خاصة، وهم عشان يريحون الأم على طول يقولون عن الحليب الصناعي. احنا بالعكس نشوف شو مشكلتها ونساعدها ونشجعها ان ترضع طفلها رضاعه طبيعيه. وبس انا كنت بقول من الحين ما شاء الله امهات عندنا وايد مثقفات، ونسبه الرضاعه الطبيعيه عندنا ارتفع بشكل ملحوظ جدا ولله الحمد. ممتاز. طيب شو اللي تسوونه في هذه العيادات؟ يعني شو اللي نشوف تخوي؟ مثلا اذا ام عنديت وعندها اي مشكله، ساعات ام بعد الولاده يكون عندها الام في صدرها، ان ممكن طفل ما يمسك الحلمه بطريقه صحيحه، ممكن الام ما عندها خبره اول بيبي، ممكن ام عندها تشققات، يعني في وايد مشاكل بتصير بعد الولاده ممكن تسوي. اذا ام ما عرفت بيكون عندها الام على طول تروح تشتري حليب صناعي اللي متوفر للاسف كل مكان وتعطيه وخلاص، البيبي المسكين يشرب حليب البقره مثل ما انا اسميه يعني وحرام. فاحنا انا دائما اقول لهم ها ولدكم، يعني انت مربي هالطفل لازم تهتمين فيه، لازم هاي الشراب يسمونه شراب الذهبي حليب الام، نعم من كثر ما فيها من الفوائد للام وللطفل. الأم اللي ترضع يعني الطفل لما ياخذ حليب طبيعي الطفل يكون سليم، والأم بعد في وايد أمراض اكتشفوا الأم اللي ترضع ما يصيبها إذا رضعت البيبي. صحيح. أهم شيء فوايد إن وزنها بعد ينزل، يعني طبعا وزنها اللي تحاتي الوزن. طبعا احنا شو نسوي؟ طيب ساعات أمي تي تقول أهلي يقولون إنه حليبي مو أوكي ووزن الطفل ما يزيد، احنا نفحص نشوف الوزن، طبعا وايد مهم أيه. إن نتأكد إن الوزن أوكي قاعد يزيد وزن الطفل. ساعات عندنا ام مثلا موظفه تفكر تقول انا لازم ابدا حليب صناعي لان انا بروح بداوم وشو اسوي؟ بننصحها كيف طريقه تخزين الحليب، كيف لما تداوم تقدر توفر ان ما تحطي صناعي تكمل على الرضاعه الطبيعيه. عندنا وايد ما شاء الله امهات موظفات والطفل على الرضاعه الطبيعيه مطلقه اول 6 شهور من العمر، فصراحه الاشياء احنا نفتخر لما نشوف امهات من عندنا وشي مثقفات ما شاء الله يهتمون في الرضاعه وفي الطفل تطور الطفل نمو الطفل. جميل. الحليب الأم ممكن أن يخزن دكتورة، وأيضا تخبرين عن هذه النقطة شوي، يمكن بعض الأمهات ما عندهم فكرة عن هذا الموضوع، لكن يعني هي من باب التوعية. عادة بعد 3 4 5 أيام الحليب عند الأم بيكون أكثر من احتياجات الطفل، دائما تحس أم عندها آلام في صدرها لأن الحليب بيتكون أكثر، وطبعا كل ما الطفل شرب أكثر كل ما بيتكون حليب أكثر. فهنا إحنا ننصح الأمهات مثلا لما ترضع البيبي من صدر واحد الصدر الثاني خلي تخزن الحليب على اساس مثلا حتى لو ما تشتغل عندها مشوار برا تروح مدرسه عيالها تروح تسوق اي مكان يكون عندها شيء حق البيبي بدل ما تسجل حليب ثاني. فمثلا في عندنا اكياس مخصصه او اي دجاجه اي شيء عندها دائما ننصح الام تخزن كميات قليله مثلا 90 ملي 100 ملي مو اكثر في كل علبه وتحط عليه تاريخ، ولما تيجي تستخدم مثلا تستخدم دائما تستخدم الحليب الاول شيء تفضل به تستخدمه اول. واذا ام مثلا طريقه التخزين اذا هي باكر مثلا عندها دوام في باب الثلاجه ممكن تحتفظ الحليب 24 ساعه. تحت الفريزر في الثلاجه في درج مكتوب تشيلي روم، هني ممكن 3 ل 5 ايام الحليب تحتفظ فيه. اذا في الفريزر واذا في الثلاجه وباب الفريزر وباب الثلاجه نفس الباب هني ممكن تحتفظ فيه الحليب 6 أسابيع. إذا باب الفريزر مال الثلاجة باب ثاني وباب الثلاجة تحت غير ممكن تحتفظ به من 3 شهور ل6 أشهر. ما شاء الله. وبعدين الأم اللي تحتفظ حليب مثلا نقول إذا عندها حليب مثلج وباكر مثلا عندها مشوار وعندها دوام بالليل تحط الحليب من الفريزر في الثلاجة تحت عشان يذوب شوي شوي الحليب، وقبل ما مثلا موعد الطفل هذا بعد ساعة ساعتين الطفل يبغى يشرب حليب تحط الحليب برا، وزي ما الطفل بعد ما يحط تسخن ما تسخن الحليب مباشرة أبدا، لازم تحط الحليب في ماء حار وتعطي الطفل. اوكي، ماي فاتر يكون يعني تقريبا. لا ما هي في ماي فاتر وماي فاتر ممتاز. بس يعني ما تسخن الحليب في مايكروويف، وايد غلط إنه يسخنون في مايكروويف ويفورون الحليب يضيعون القيمة الغذائية مالت. نعم لازم يحطون في ماي داخل. ممتاز. طيب دكتورة، أنا آخر شيء أبى أتكلم عن برنامج التطعيمات الوطني اللي موجود، هذا البرنامج المهم جدا، نبغى نتكلم دكتورة عن في هذا الصدد عن أهمية التطعيم في الوقاية من الأمراض، لأن بعض يعني في عصر الإنترنت وعصر الإشاعات وكذا
يعني في رسائل للأسف اللي تتداول من قبل الناس بهذا الموضوع، ومعلومات جدا خاطئة في هذا المجال ممكن أن تؤدي إلى العديد من الأمراض عند الأطفال. فخلينا نتكلم عن أهمية التطعيم في الوقاية من الأمراض عند الأطفال. التطعيم صراحة وايد ضروري جدا جدا ومهم لكل طفل، نعم وحرام نعرض أطفالنا للأمراض وهم في غنى عنها. تخيل طفل مولود وهو سليم وأهل ما أعطوا تطعيم، شل الأطفال عبارة عن قطور وفي الإبر، الحين في عندنا إبر في شل الأطفال حتى، فالطفل المسكين يتعرض لهالفيروس يصيب شل الأطفال، يكون هو مخ سليم لكن أطرافه مشلولة، فلازم يستخدم كرسي متحرك طول عمره، ما يقدر يستخدم ايديه عشان يلبس عشان اشياء. فعندنا نماذج كيف يعني يضيعون الطفل ان ما يعطوني التطعيم. عندنا احنا تطعيمات ولله الحمد، ابغى اطمن الاهل لاحسن انواع من التطعيم متوفر في هيئه صحه دبي، يعني صراحه كواليتي وايد مهم ان التطعيم، لانه مو كل حد ممكن يحافظ على كواليتي التطعيمات اللي يشتريه، والتطعيم وايد جدا غالي، بس هم يوفرون على اساس يقللون الامراض في المجتمع وعلى مستوى أفراد والطفل. يعني نعم عندنا تطعيمات عند الولادة، نعطي الطفل تطعيم ضد الدرن وتطعيم الكبد البائي، وايد مهم إذا الطفل مثلا تعرض لأي حد فيه أي أمراض في الكبد في أي أشياء، فيكون لقينا يعني الطفل يكون عنده حصانة مناعة ضد هالأمراض. نعم نعطيهم أطفال على عمر شهرين بعد تطعيم شلل الأطفال، نعطيهم تطعيم الكبد البائي، نعطيهم تطعيم فيه بكتيريا اسمه المستديمة المزلية، هذا يسبب التهاب سحايا. ولله الحمد هالأيام ما نشوف هالأمراض، الحمد لأن كل لله. الأطفال زمان كنا نشوف وايد في المستشفيات، صح لأن الطفل ياخذ التطعيم ولله الحمد الحمد الطفل لله يكون سليم. الحمد يعني مو لله بس يسوي للطفل التهاب سحايا، الطفل يفقد ممكن سمع بعد. صحيح صحيح وعندنا تطعيم ضد الروتا، روتا هاي زمان كان عندنا مستشفيات ما في سرير فاضي لأي مرض ثاني من كثر ما أطفال فيهم ذواع وإسهال ويحتاجون مغذي. الحين نادرا ما اشوف الطفل في المستشفى بسبب الروتا، لان كلهم الحمد لله من كم سنه نعطيهم تطعيم الروتا، وعباره عن قطور في الحلق نعطي للطفل ويكون الحمد لله ما عنده مناعه، فما بيصيب مرض الروتا. جميل نعطيهم هاي على عمر شهرين، نعطيه 7 اشياء، في تطعيم فيها 6 اشياء، في تطعيم الروتا بالفم، ونعطيهم تطعيم ثاني عشان نحسن الطفل ضد التهاب الرئوي. بعدين نعطيهم تطعيم على الشهر الرابع نفس التطعيمات اللي اعطيناها على شهرين، لان في تطعيمات هذيلا يعتبرونها من التطعيم يعني خلايا ميته، فلازم نعطيهم اكثر من جرعه. اوكي دائما تطعيم الحي نعطيهم مره او ماكسيموم مرتين، بس التطعيمات اللي فيهم يعني عباره عن خلايا ميته لازم نعطيهم جرعات اضافيه عشان ليه ما يتكون بذاكره خلايا ذاكره عند الطفل ان عند مناعه ضد هالمرض. اذا تعرض لاي من هالامراض اللي اخذ من التطعيم صحيح خلاص الخلايا يكتشف إن هو عنده مناعة فما يتذكر. مبرمجة على مقاومة هذا إيه نعم. الفيروس. جميل دكتورة، وعندنا تطعيم نعم. شو الجاري ناخذ؟ المائي نعم. تفضلي تفضلي. تفضل. عفوا، لا بس أنا لا لا. أبغي أخذ كل التطعيمات على السريع دكتورة، بس أوكي الأهم تفضل. التطعيمات، لأن عيسى بعد ما أذني يقول لي فاصل ما نطلع. زين إن شاء الله. إيه. عندنا تطعيم من الجدري، حسب الألبانية، النكاب. تخيل طفل، يعني في امهات يقولون احنا ما نعطي تطعيم الحصبه اللي طفلنا خليه يصيب الحصبه. المشكله مو بس يصيب الحصبه، المضاعفات اللي من امراض الحصبه وايد، في مضاعفات ياثر على مخ الطفل، دماغ الطفل، على الرئه، على وايد اشياء. الجدري المائي الحين ما نشوف الحمد لله الجدري المائي، نادرا اللي ما صح معي انا. زمان كل الاطفال في بقع في وجههم، جسمهم فيهم مشاكل بسبب الامراض. فعندنا وايد اشياء، بس انا قبل ما نخلص هاي من التطعيمات كنت ابغى اتكلم عن التطور، كشف المبكر اللي نسويه في هيئه الصحه عن الامراض النمائيه. طيب نتكلم إذا عيسى يسمح لنا. اعطيني مجال 3 دقائق اتكلم بس. ولا خلاص؟ إيه لا لا تفضل الدكتورة، 3 دقائق. عيسى كريم ونحن نستاهل. زين. شيء ثاني بين غير التطعيمات، بعد احنا نسوي برنامج كشف الفحص مبكر المبكر. إيه عن التأخر النمائي عند الأطفال. نعم صراحة هالبرنامج وايد جدا مهم، لأن الكشف المبكر يؤدي إلى التدخل المبكر، وبالتالي النتائج يكون أفضل كل ما أسرعنا بالتدخل المبكر. صحيح إحنا بالنسبة للتأخر النمائي عندنا ولله الحمد سوينا الأداة دبي للفحص التطوري عند الأطفال، هالأداة إحنا مسوينه في نعم هيئة الصحة، ومن عمر الطفل يكون 9 شهور في استبيان نعطي للأهل، وبعدين إحنا نقيم الطفل إذا كان عنده أي مشكلة على طول نتدخل. جميل جميل عندنا ندور على الطفل اذا كان عنده يعاني من طيف التوحد ولا لا، عندنا استبيان اخر
نعطيها لعمر الطفل يكون عمره 16 شهر لعمر 30 شهر. وبعدين لما الطفل يكون عندي مشكلة من هالمشاكل على طول نشتغل، يعني نوديه مكان اللي هو يستفيد، مثلا إذا عندي يعني مشكلة في النطق نوديه على علاج النطق، على علاج سلوكي، على هالأشياء كلها متوفرة ولله الحمد. حتى اللهم في لك مركز الحمد. المزهر الصحي عندنا وحدة تدخل مركز الأطفال من الولادة عمر 6 سنوات. ممتاز. حاليا عندنا عيادة حتى في هيئة الصحة في دبي، في عيادة في مركز المزهر الصحي ومركز البرشة ومركز نبض الحمل، عيادة عن فرط الحركة للأطفال. ففي أطفال عندهم يعني مشاكل نشاط زيادة يكون هي في إيه، مشاكل فرط الحركة نفسية عندهم ومشاكل وإعاقات أو وكذا. تشتت وتشتت في الانتباه، وهالطفل مسكين ما حد يشخصه، يروح المدرسة ما مو مستوى بعارفين دراسته شو في قليل دكتورة هي. ويظلمون الطفل. فهالعيادة صراحة وايد زينة، بنساعد الأطفال والأهل كيف بنعالج هالحالات من غير ما يأثر على الطفل أو الأم. نعم دكتورة فاطمة العلمة استشارية ورئيس وحدة صحة الطفل في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك يعني تعريفنا بهذه الخدمات اللي تقوم بها الوحدة وهيئة الصحة بدبي للأطفال، يعني مجهود كبير جدا ومهم جدا لبناء مستقبل هذا المجتمع وهذا الوطن. شاكرين لكم دكتورة، عليكم مهمة كبيرة وانتم قاعدين تساهمون بشكل كبير في صنع مستقبل إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا جزيلا دكتورة فاطمة. العفو، حياكم الله. شكرا. العفو، شكرا. إذا ما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج خدمة لكم هيئة الصحة بدبي عبر اذاعتكم المميزة دائما اذاعة نور دبي مستمعينا. طبعا البرنامج اكيد بالتعاون مع مؤسسة دبي للاعلام. الحين ما ادري هاي المسجات اللي هي كلها للبث المباشر. يا جماعة الخير، برنامج البث المباشر ينتهي على تمام الساعة 10 صح؟ اي، ونحن نبتدي 10:05. طيب اي كلها للبث. عموما بننتقل الآن لموضوع آخر مهم جدا، واحدة من الخدمات المميزة اللي حصلت على تصنيف عالي في السعادة، كذلك سعادة المتعاملين. مركز كبار أو مركز سعادة كبار المواطنين، هذه من المراكز المميزة. يوم الثلاثاء إن شاء الله بتنطلق فيه فعاليات ملتقى أصدقاء الزهايمر. هذا الملتقى اللي تنظمه هيئة الصحة بدبي في هذا المركز بهدف رفع الوعي عند أفراد المجتمع والقائمين على رعاية المرضى بالطرق الصحيحة للتعامل مع مختلف هذه الحالات المرضية. أنا معايا دكتورة سلوى السويدي، مدير مركز سعادة كبار المواطنين في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. يا هلا دكتورة. أنا قبل لا أتكلم عن هذا الملتقى أبغي يعني أخلي المجتمع بس يأخذون فكرة سريعة عن أهم الخدمات اللي أنتم تقدمونها في مركز سعادة المتعاملين، بعدين ما نتوجه إلى الملتقى بشكل مباشر، نبغي نشوف شو الملتقى. أوكي. مركز سعادة كبار المواطنين التابع لهيئة صحة بدبي يقدم خدمة الرعاية التمريضية طويلة الأمد، يعني الإقامة الدائمة للمرضى كبار المواطنين اللي ما عندهم أقارب من الدرجة الأولى. نعم. وهو دار رعاية تمريضية فيها إقامة. نعم. للمرضى اللي تنطبق عليهم شروط الإقامة، وهو في نفس الوقت مركز رعاية نهاري للمرضى أو المراجعين الخارجيين اللي يجون من بيوتهم ويستفيدون من كافة خدمات المركز في الفترة النهارية. يقدم المركز طبعا خدمات طبية، خدمات تمريضية متخصصة في رعاية كبار المواطنين، وخدمات إعادة تأهيل، وخدمات التغذية العلاجية، وخدمات ترفيهية واجتماعية. ممتاز. طيب دكتورة، اليوم عندنا حق الليلة. احنا حق الليلة عندنا ما ينتهي.
يلا زين زين، بس لا تعطونهم وايد حلويات هي مشكلة عن بطنهم يعورهم حلينهم. انزين والسكر يرتفع الله دكتورة، يحفظهم. الملتقى الزهايمر، الزهايمر أصلا واحد من الأمراض اللي إذا لا سمح الله يعني أصاب فيها الكبير بالسن، يعني التعامل معه يكون صعب، أمور كثيرة ممكن. والكل يتأثر صحيح، مو بس الكل. البيت كله. فخلينا أول شيء نتكلم عن هذا الملتقى، فكرته والفئة اللي تستهدفونها. أوكي، طبعا أنت قلت مرض الزهايمر من الأمراض الصعبة للمريض ولأهله، فكانت فكرة الملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر. فكرة إنشاء الملتقى تمت في سنة 2013، انطلق أول ملتقى. الهدف منه هو مو المريض، الهدف منه هو أهل المريض أو رعاة المريض أو أي شخص يعتني بشخص كبير بالسن عنده مرض الزهايمر أو أي نوع ثاني من الخرف. إحنا ليش نقول زهايمر؟ لأن الزهايمر هو النوع الأغلب من كل حالات الخرف، يشكل 60 إلى 70% من الحالات. فالملتقى هدفه هو عبارة عن ملتقى دوري تم إطلاقه في نهاية 2013، يهدف إلى زيادة وعي رعاة كبار المواطنين بمرض الزهايمر وإعطائهم الفرصة أنهم يفهمون المرض ويشيلون الأفكار الخاطئة أو المعتقدات الخاطئة اللي عندهم بالنسبة للمرض، و تشير their experience أنهم هم يستفيدون من تجاربهم الشخصية مع بعض. كل واحد عنده مثلا شخص كبير بالسن كان عنده زهايمر، كيف تعامل مع مشكلة معينة؟ كيف تعامل مثلا مع مريض يرفض أنه هو يتسبح؟ كيف تعامل مع مريض يرفض أنه هو يأكل؟ هو هذا الهدف، الهدف ان احنا نخليهم يتكلمون، كل واحد يطرح مشكلته وكيف هو قدر يوصل لحل. لانه احنا دائما نقول في طب المسنين are heterogeneous، يعني جروب مختلف، كل مسن غير عن الثاني، فالتعامل وياهم مختلف والناس تتعلم من بعض. جميل. طيب شو أبرز المحاور اللي أنتم بتناقشونها في هذا الملتقى اوكي. دكتور؟ طبعا احنا نحاول مثل ما احنا نشتغل في المركز بمالتي ديسيبلينري تيم او تيم متكامل لرعاية كبار المواطنين، ما يشمل فقط الطبيب. احنا عندنا في المركز المريض هو المحور، هو الفوكس، هو المحور، واللي يشتغلون على هذا المريض هو الطبيب والممرض او الممرضة والاخصائي او اخصائية العلاج الطبيعي واخصائية التغذية والسوشيال وركر او الاخصائية الاجتماعية والإداريين، الكل يشتغل مع بعض لرعاية هذا المريض، الكل له دور ما نقدر ننكره. نفس الشيء ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر نحاول نحن نقدم فيه معلومات طبية يقدمها طبيب، معلومات من ناحية التمريضية، الرعاية التمريضية كيف ممكن تتم، شو أهم الأشياء اللي المفروض كشخص يقدم رعاية تمريضية لمريض زهايمر في البيت، شو الشغلات اللي لازم ينتبه لها، شو دور العلاج الطبيعي والاكسرسايز والرياضة لمريض الزهايمر، كيف السوشيال وركر ممكن تتعامل وياه وتشوف لو كان عنده أي مشاكل نفسية، الأمور كيف الدايتيشن أو أخصائية التغذية كيف ممكن نتعامل مع مشكلة المريض اللي ما يبغى يأكل أو المريض اللي ابتدى ينسى أنه أكل ويرجع يطلب الأكل مرة ثانية، which is very common، يعني مشكلة واردة جدا أن المريض الأهل دوم يشتكون يقولون طول الوقت ياكل وبعد 5 دقائق يقول انا ما اكلت. فاحنا نحاول ان احنا نغطي موضوع الزهايمر، نغطي كل المشاكل اللي احنا نتوقع ان المريض يتعرض لها من كافه النواحي وبمختلف التخصصات. نعم. طيب دكتور، هني ابو ابراهيم باعث رساله يقول: السلام عليكم، اتمنى ان يبادر المركز لتجربه اخضاع المرضى المصابين بالزهايمر لسماع القران وقياس مدى تحسن المصاب ونشر دراسه عنه. هذا كلام اقتراح. جميل. انا لاحظت اصلا شخصيا، انا لاحظت ان المرضى اللي يكونون حافظين القران نسبه اصابتهم بمرض الزهايمر اقل، والقرآن دائما يهديهم. أنا لاحظت، حتى أتذكر أول ما جيت المركز أيام ما كنت ريزيدنت، يعني كنت بعدني طبيب مقيم، أتذكر كان في شيبة كان ما يتكلم، يعني واصل مرحلة متأخرة من الزهايمر اللي يفقد فيها المريض القدرة على الكلام، لكن هذا الشيبة لما يجي الممرض ويقرأ له آية من القرآن في إذنه الشيبة كان يكملها رغم أنه هو ما يتواصل وما يتكلم. سبحان طلع الله. الريال أنه كان إمام مسجد وكان حافظ القرآن. فأنا مع الأخ اللي يتكلم عن موضوع القرآن، ممكن كلام جميل، ممكن نسوي احنا نسمع مرضانا قرآن طول الوقت، انتم ما شاء لكن الله الإنسان القرآن يسويهم شغال في دراسة. المركز يعني في معظم القرآن الأوقات. شغال،
في المركز، وبعد ما يطلبه المستمعون بعد شغال في المركز، يعني أي ممتاز. شغلة يحب إنه يسمعها الشخص الكبير نسمع إياها. لكن القرآن دائما موجود، نبدأ الصبح بأذكار الصباح، دائما شوابنا دومهم يسمعون القرآن. لكن عشان نحن نسوي دراسة، هذا كلام جميل وممكن نفكر فيه، طيب لأن الدراسة يعني كلها متطلبات خاصة. ممتاز دكتور، أنا أبغى أتكلم الحين عن مرض الزهايمر. شو هم أكثر فئة عرضة لهذا المرض؟ أول شيء، هل هم الرياييل ولا الحريم؟ هذا واحد. اثنين، شو هو هذا المرض علميا؟ كيف يصاب في الشخص؟ وأيضا هل في طرق للوقاية أن الواحد ممكن يقي نفسه من هذا المرض؟ أوكي، السؤال الأولاني، الإناث أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر عن الرجال. هذا له سبب، أن واحد من الأسباب أن النساء تعيش فترات أطول من الرجال. وأصلا معروف أن مرض الزهايمر هو مرض يصيب الناس الكبار، يعني الريسك فاكتور أو عوامل الإصابة أو عوامل الخطر اللي تؤدي إلى الإصابة في المرض هو العمر، يأتي في المقام الأول. فالمرضى فوق ال 65، فوق ال 65 سنة، هم المرضى المعرضين أن يصير عندهم مرض الزهايمر. النسبة تتضاعف بنسبة الضعف كل 5 سنوات ابتداء من 65. نوصل لمريض عمره 85، أو المرضى اللي عمرهم فوق ال 85 سنة فما فوق، نسبة إصابتهم بالمرض 50%. يعني نص المرضى اللي عمرهم فوق ال 85 ممكن احتمال كبير إصابتهم بمرض الزهايمر. فالريسك فاكتور هو موضوع العمر. في أسباب ثانية ممكن تسبب الزهايمر، لكن نتكلم عن المرض بحد ذاته. هو عبارة عن مرض سمي باسم عالم ألماني أو طبيب أخصائي أعصاب ألماني، كان يتابع حالة مريضة كان عمرها بالخمسينات في سنة 1901. كانت عندها مشاكل في الذاكرة ومشاكل في السلوك وفي الكلام، وكانت تنسى أسماء أهلها، وكانت مرات تطلع من بيتها وتضيع وما تجد. مرت على هذا العالم حالة ونفس حالة هذه المريضة، وتم يتابع حالتها لمدة 5 سنوات. لما توفت في سنة 1906، قام بعمل تشريح للدماغ ولاحظ وجود ترسبات بروتينية بين الخلايا، وهي كانت أول مرة يشوفها هذا العالم، وأول مرة تمر عليه. فسمي المرض باسم العالم اللي هو لويس ألزهايمر. المرض عبارة عن، أنا قلت إن الريسك فاكتور الأساسي هو العمر، فهو عبارة عن مرض انتكاسي عصبي يصيب الجهاز العصبي، يصيب خلايا المخ بالضمور، وتترسب فيها بروتينات معينة تصير الخلية العصبية مو قادرة تسوي وظيفتها بشكل طبيعي، والخلية العصبية مو قادرة تتواصل مع جارتها الخلية العصبية الثانية، لأن النواقل العصبية بعد مش موجودة. فيصير موضوع ضمور وتلف في الخلايا، بلس إضافة إلى عدم تواصل. كلينيكلي أو سريريا، شو اللي يظهر على المريض؟ صعوبة في الذاكرة نمبر 1، خصوصا يعني في بداية الأمر الذاكرة قصيرة الأمد، عشان شي أنا قلت إن المريض ممكن يكون أكل وبعد 5 دقائق ينسى، لأن الشورت تيرم ميموري أو الذاكرة قصيرة الأمد قصيرة سوري متأثرة. مو بس موضوع الذاكرة، في أمور ثانية أو قدرات معرفية أخرى تتأثر بمرض الزهايمر، منها اللغة، الكلام. المريض يفقد قاموسه اللغوي، يفقد القدرة على أنه هو يقول لك هذا قلم، تراوي القلم وتقول له هذا شو، ما يعرف، لأن الكلمة راحت من مخه. فيأثر على الذاكرة، يأثر على اللغة، يأثر على التواصل، يأثر على الوظيفة. المريض اللي كان يقدر أنه هو يلبس ملابسه بروحه يصير عنده صعوبة في أنه هو يسوي الفانكشن أو الوظيفة الطبيعية اللي كان يسويها بشكل يومي. يعني ممكن لو أعطيته بنطلون ممكن يدخله في إيده ما يدخله في ريله، لأن هي كانت دوت بالطريقة اللي كان يسويها سابقا. وممكن يكون عندهم طبعا، وهو هذا الشيء اللي يتعب الناس أكثر، اللي هو الاضطرابات السلوكية. المريض يصير عنده هلاوس بصرية، يصير عنده أفكار غلط، يعتقد أن الناس ناويين أنهم يسووا له شيء مبزين بشكارة، مثلا تبغى تسرق أغراضه، هالأمور كلها تصير. وهذه الأمور اللي تخلي المريض صعب ان الاهل يتعاملون وياه. وهذا هو هدفنا من الـ من الـ من الملتقى الملتقى هذا، ان احنا نعلمهم كيف مثلا هاو تو ارجيو مع مريض عنده زهايمر، ياي يقول لك انا البشكاره ياي تسرقني، وياي مثلا يتضارب وياك، كيف ممكن تتعامل وياه طيب. من ناحيه عمليه.
ممتاز. هذا هو الهدف من الملتقى الملتقى الاتصال والتفاعل. دكتورة، الدعوة له مفتوحة يعني أي حد ممكن طبعا يحضر؟ الدعوة مفتوحة لأي حد مهتم أنه يفهم مرض الزهايمر شو هو، وحتى لو ما كان عنده حد من أهله عنده زهايمر، أي زين. حد يبغى يزيد النولج ماله أو معرفته بالمرض حياه الله يحضر معنا يوم الثلاثاء في المركز. طيب نعطيهم بس الوقت دكتورة يوم والمكان الثلاثاء بالضبط. عقب باتشر تاريخ 23 أبريل من الساعة 10 للساعة 11:30 في مركز سعادة كبار المواطنين في المنظر. طيب أيضا دكتورة، بس هذه المعلومة، يعني أنت ذكرتي أن ممكن الزهايمر هو دائما مرتبط ب أن الواحد يكبر في السن، فالوظائف الدماغية شوية تقل أو ممكن أنها تصاب بتلف، ولكن هل ممكن أن الزهايمر يصيب يعني ناس صغار في السن؟ ممكن أصغر من 65، ممكن حالات نادرة، ويكون النوع الأسوأ ما يكون زهايمر، يكون عادة نوع ثاني من أنواع الخرف ويكون صعب علاجه. ممتاز. طيب الآن عملية العلاج دكتورة، أنا اللي عارفة أنه ما في علاج أصلا للزهايمر، أوكي، صح؟ ما في علاج أي. كيور يعني علاج شافي لمرض الزهايمر، لكن الأدوية اللي احنا نعطيها للمرضى تقلل من سرعة تدهور المرض. يعني احنا عارفين الزهايمر يمر بمراحل، المرحلة الأولى، المرحلة المتوسطة، المرحلة السبير أو يعني الزهايمر الشديد، كل مرحلة تاخذ سنوات. الدواء الأدوية بمختلف أنواعها، أدوية الخرف تحاول أنها تبطئ التدهور السريع اللي يصير في المرض، فيعني المريض يكون بستيج 1 أوف الزهايمر أو المرحلة الأولى. إذا ياخذ الأدوية ممكن بدال ما يتم فيها سنتين ممكن يتم فيها 5 سنوات 6 سنوات. احنا مو دايما نعتمد على الأدوية، احنا كأطباء متخصصين في طب المسنين دايما نقول، احنا نقول النون فارماكولوجيكال تريتمنت، يعني هي العلاجات غير الدوائية هي الأهم، اللي هو شو؟ فهم المرض وفهم المريض وفهم كيفية انك تتعامل وياه. هاي الأشياء لو الشخص فهمها وقدر يتعامل مع المريض ممكن حتى ما يحتاج انه هو يستخدم أدوية. احنا عندنا ممتاز. مرضى وايد عندهم زهايمر، بس لان الاهل فاهمين شو هو المرض وعارفين كيف يتعاملون مع المسن ويطلعونه من البيت وما يعزلونه وما يستحون منه، لان هاي شغله انا لاحظتها في الكلتشر او في ثقافه المجتمع الاماراتي، عندهم موضوع الزهايمر كانه شيء عيب. يعني تلقى الاهل يستحون ان يجون يقولوا لك والله انا مثلا عندنا شخص في البيت عنده زهايمر. يمكن الناس لا زالت تعتقد انه مثلا ممكن يكون وراثي او ان الناس ممكن يعايرونهم فيه، which is غلط. وهذا الشيء، هذا الشيء اللي نوعا ما يخلي الناس يعني متحفظين انهم يتكلمون عن مرض الزهايمر. صحيح، هذا الكلام يعني نحن نتكلم فيه، أعتقد دكتور المفروض أنه ما نذكره حتى في هذا الوقت، يعني نحن الحمد لله الوعي المفروض وصل مع الناس يعني صح، بس لا مستوى زال عالي، الإنسان لأن أنت الناس تستحي من المرض. إيه يعني هذا اللي يفكر بهذا الشكل محتاج انه يراجع نفسه، لان بالضبط تذكرين حتى في بالضبط فترة من الزمان يعني كانوا الاطفال اصحاب الهمم كانوا يخشونهم وهذا، فهذا الكلام ما يستوي يا جماعة الخير، نحن واصلين مرحلة بلد متطور اللهم لك الحمد، العلاج متوفر، شيوخنا ما قصروا علينا خاصة وحطوا أبو لنا كل محمود شيء. أنه صح، أنه الأهم من هذا شو؟ أن مرض الزهايمر هو مرض مزمن، المريض من وقت تشخيصه بالمرض ممكن يعيش 15 سنة 20 سنة. فأنت يعني المرض هو مرض يعيش معاك ويعيش مع الأهل ويعيش مع المريض، فأنت كم بتخش المريض أو كم بتستحي أنك تتكلم عنه، صحيح. عرفت؟ فإحنا هذا هدفنا، لأن هذا المرض مزمن، والمرضى إذا تمت رعايتهم أو حصلوا الرعاية الطبية والتمريضية المناسبة ممكن يعيشون، هو مرض ما يموت، فممكن يعيشون فترات طويلة up to 20 سنة يعني. صحيح صحيح. طيب نحن شاكرين لك دكتورة سلوى السويدي، مدير مركز سعادة كبار المواطنين، أيضا هذه دعوة لكم مستمعينا اللي حاب يعني يحضر هذا الملتقى، بيكون إن شاء الله في المركز في منطقة الممطر الممزر الساعة كم دكتورة؟ الساعة 10 صباحا إلى لين 11:30 يوم الثلاثاء. طولوا شوي، أعطوهم وقت بعد يحضرون لين 12، ما سووا عندنا مشكلة، هم يحضرون. يلا زين، اللي حاب يتعرف أكثر على تفاصيل هذا الملتقى ممكن يتوجه، وأيضا ترى المركز مركز سعادة كبار المواطنين بعد يزرع السعادة في داخلكم مستمعينا، بالضبط فاللي حد مر هناك يعني مر يسلم على
شوابنا وياخذ علومهم ويستانسون ترى يوم يشوفونكم. أكيد أكيد. عموما شكرا جزيلا دكتورة، شكرا لكم مستمعينا الكرام، كل الشكر لعيسى سبيل في الإخراج كان معنا، أيضا ميرا المري. هذه تحياتي، محدثك محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.